أعزائي متابعي هذا الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بتناول مفهوم Homomorphism of fields، أي تجانس الحقول. طبعا كلمة الهوموموربزم أو المورفزم بشكل عام تتعامل مع الدوال الفانكشنز أو المابينجز. بالبداية نأخذ تعريف المورفزمز of fields. Let F and K be fields. كل من ال F وال K هي حقول. A field homomorphism. تجانس الحقول is a function. لو نلاحظ هنا يتناول أو يتعامل مع الدوال. تبدأ هنا باسم الدالة. هنا اسمها إبساي. المنطلق والمستقر عبارة عن fields. اللي هي ال F وال K. Such that. بحيث أن. وتجي تحقق أن بعض الشروط. طبعا الشروط هي نفس الرينج هوموموربزم ولكن بإضافة شرط آخر. الشرط الأول إبساي لحاصل جمع عنصرين بدومين الإبساي اللي هو الإف أي زائدا بي تساوي لي الإبساي تتوزع على الأول وكذلك على الثاني. لكل أي بي تنتمي لدومين الإبساي. الشرط الثاني إبساي لحاصل ضرب عنصرين بدومين الإبساي اللي هو الإف. الإبساي راح يتوزع على حاصل أي مضروبة في بي. الشرط الثالث هو الشرط الإضافي عن الهوموموربزم رينج اللي هو الإبساي للمالتيبليكيتيف ايدنتيتي العنصر المحايد الضربي اللي هو واحد يساوي الواحد نفسه، وكذلك الإبساي للأديتيف ايدنتيتي العنصر المحايد الجمعي اللي هو صفر يساوي صفر نفسه. طبعا هذه الشروط الثلاثة هي شبيهة بالهوموموربزم رينجز ولكن بإضافة الشرط الثالث. مورفزم of fields تجانس الحقول الإبساي اللي هي هنا أخذناها من الإف للكي، والإف والكي هي عبارة عن حقول، is always injective. طبعا المورفزم بالفيلد دائما injective يعني one to one دالة متباينة. شنو السبب؟ السبب أنه من خلال الشرط الثالث اللي هو الإبساي للواحد يساوي لي واحد. لو نلاحظ هنا الإبساي للواحد الموجود بالفيلد يساوي لي واحد اللي هو بالرينج بالكي. الواحد هنا عبارة عن الإكس مضروبة في إكس إنفرس. حسب الشرط الثاني بالمورفزم اللي هو هذا الإبساي يتوزع على الضرب، هنا أيضا الإبساي راح يتوزع على الإكس والإكس إنفرس. واضح بأنه لإثبات الانجكتيف ناخذ صورتين لعنصرين مختلفين ونساويهم ونحاول نثبت العناصر أيضا متساوية أو بالعكس نشتغل. نفرض العناصر غير متساوية ونحاول نثبت الصور أيضا غير متساوية. إذا هنا for الإبساي للإكس لا تساوي صفر for every X belong to F. إذا هذا هو الشرط اللي يخلي المورفزم بالفيلد دائما انجكتيف 1 to 1. هسا عدنا احنا الفيلد هو مورفزم وكذلك always injective. مباشرة بس اضيف لشرط الاون تو راح يصير عندي الابساي هو مورفزم وانجكتيف زائدا سرجكتيف. اذا من يكون عندي مورفزم انجكتيف زائدا سرجكتيف يعني مورفزم 1 1 وان 2، اذا الابساي مباشرة راح يصير فيلد ايزومورفزم. نجي ناخذ مثال تطبيقي على الفيلد هوموموربزم. بروف ذات إبساي اللي دومينها الإف للإكس. الإف للإكس عبارة عن the set of all polynomials مجموعة كل متعددات الحدود اللي معاملاتها تنتمي للفيلد إف وتستقر بالإف للأي معرفة بالشكل إبساي للعناصر الموجودة قلنا دومين الإبساي اللي هو الإف للإكس عبارة عن polynomials HX تساوي ل H لل A is a homomorphism أو morphism. حتى نثبت الإبساي اللي دومينها FX polynomials ومستقرها F لل A هو morphism لازم ناخذ عنصرين بدومين الإبساي. راح نفرض عندي FX و GX عناصر تنتمي لل FX واثبت عليهم الشروط الخاصة بالفيلد homomorphism. إبساي لل FX زائدا GX تساوي لي إبساي للإف زائدا جي للإكس. زين الإبساي لأي عنصر بالنسبة للإكس قلنا شي يساوي لنا نفس العنصر ولكن كل إكس يتحول إلى أي،
راح يصير عندي F زائد G للA. نرجع الA راح يصير عندنا F للA زائد G للA. بعد ذلك الF A وكذلك الG للA نرجعهم حسب هذا التعريف. الF للA شو تصير؟ إبسايل الFX زائدا، والG للA شو تصير؟ إبسايل الGX. هذا بالنسبة لحاصل جمع عنصرين بدومين الإبسايل. نفس الحالة الشرط الثاني إبسايل لحاصل ضرب عنصرين اللي هي عبارة عن بولينوميالات بالFX، نفس الحالة نشتغل عليها راح تصير إبسايل الF مضروبة في G للX، والإبسايل لأي عنصر يصير إبسايل F مضروبة في G للA حسب هذا التعريف. نوزع الA على الF والG، وبعد ذلك نرجعهم للإبساي F للX مضروبة في إبساي G للX. إذن الإبساي اللي دومينها F للX اللي هي مجموعة كل متعددات الحدود معاملاتها بالفيلد F وتستقر بالF للA هي morphism field. Now we have some concepts. الآن لدينا بعض المفاهيم الجبرية الخاصة بالفيلد. أولا field epimorphism. الفيلد إيش وقت أسميه epimorphism؟ إذا كان morphism زائدا surjective يعني onto. المورفزم من يكون onto راح أسميه epimorphism. ثانيا الفيلد monomorphism. الفيلد إيش وقت أسميه monomorphism؟ إذا كان عندي هذا morphism زائدا injective one one، يعني من يكون عندي بالفيلد morphism زائدا one to one راح أسمي الفيلد monomorphism. ثالثا field isomorphism. شو كده أسمي الفيلد isomorphism؟ إذا كان هو morphism بالأصل زائدا bijective. شنو bijective؟ يعني دالة متقابلة، يعني هم surjective هم injective. إذا من يكون morphism عندي زائدا bijective يعني morphism one one زائدا onto راح أسمي isomorphism. رابعا الفيلد endomorphism. شو كده أسمي الفيلد بالendomorphism؟ إذا كان عندي morphism وكذلك الفانكشن مالي الدومين والرينج اثنيناتهم نفس الفيلد، يعني from a field to itself من الفيلد لنفسه. من يكون الدومين اللي هو الستارت مال الفانكشن مالي وكذلك الرينج اللي هو الاند مال الفانكشن مالي نفس الشيء راح اسميه endomorphism. ونلاحظ هنا عندنا كلمة الاند بالبداية، الاند يعني الاند نفس الستارت نفس الشيء، الدومين والرينج نفس الفيلد. خامسا فيلد اوتومورفيزم. ايش وقت اسمي الفيلد اوتومورفيزم؟ اذا كان عندي الفيلد هو ايزومورفيزم وكذلك the function from a field to itself والدالة مالتي من الحقل لنفسه. يعني هذا خامسا الفيلد اوتومورفيزم عبارة عن الثالث زائدا الرابع، يعني هم isomorphism وهم الفانكشن مالي from a field to itself، يعني هم isomorphism هم endomorphism. نقدر نسمي الاوتومورفيزم يساوي لنا isomorphism زائدا endomorphism. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.